وقتها مادي برضو ساعدني في ان هو يشوف الاصوات، واستاذ عبد الرحمن كان الاصوات اللي موجوده في السنه الاولى، وعملنا الاغنيه، واتاجل الفيلم اللي كنا بنعمله لدنيا. فبقى عند دنيا وقت فاضي، دنيا سمعت الاغنيه عجبتها جدا، وقلت لها هو دورك هيبقى صغير فيها شويه لانه دور المغني اللي معاهم مش بيبقى بيغني كتير. قالت لي انا لو هطلع اقف معاهم ساكته انا ما عنديش مشكله، بس انا حابه جدا ان انا ابقى معاكم. فاتبسطت انه الفيلم يعني سبحان الله اتاجل، وعملنا الاغنيه. الاغنيه دي الحمد لله ساعتها نجحت نجاح رهيب، والناس كلها حبت استاذ عبد الرحمن جدا جدا. قبل لما حتى الاغنيه تنزل وقبل ما نعمل الحفله، انا كنت اتكلمت مع مادي في ان انا شايف انه عبد الرحمن كصوت صوته حلو لدرجه ممكن تستغل. ايه نوع الاعاقه عند عبد الرحمن؟ ايه عبد الرحمن نظره ضعيف شويتين. هو كفيف وبرضو اظن وندى برضو وشام توحد. وانا بقى يعني الفكره اللي شفتها او التحدي بالنسبه لي في القصه دي، من وانا بشوف او انا شفت في عبد الرحمن وندى وهشام وان شاء الله في ناس تانيين كتير، ان هم قدر الموهبه اللي ربنا حطها فيهم وفي اصواتهم يمكن يكون اكتر من مني شخصيا ومن ناس تانية ما عندهاش التحديات اللي عندهم. فشفت انه ايه ليه مفيش منتج كبير زي فلان الفلاني بينتج لفنان كفيف او البوم. يعني هو حضرتك لما بتسمع ايا كان الاسم، بتسمع بهاء سلطان، انت بتسمعه عشان عايز تتفرج عليه ولا بتسمعه عشان هو بيعمل اغنيه حلوه؟ بسمعه. فقلت انه ليه ما اخدش المواهب دي، الناس اللي بيغنوا حلو قوي قوي كده دول، واعمل له اغاني. فمضينا عبد الرحمن قبل الحفله، يعني قبل الاغنيه ما تنجح وقبل تاثر الناس بيها وقبل اي حاجه، مضينا عقد معاه على ان هو يبقى مطرب في روزنامه ونعمل له اغاني. اغاني مالهاش دعوه بالقصه دي خالص، اغاني انت تسمعها في عربيتك، تسمعها في كذا في كذا. فدي كانت بدايه الفكره، ومضينا عبد الرحمن ساعتها، وكانت لسه فكره الباند كا وندرز ما اكتملتش. واحنا بنعمل السنه الثانيه لقيت بقى الاستاذ هشام وندى، ولقيت ان هم كمان كل واحد عنده صوت مختلف تماما عن التاني، نوع موهبته مختلف تماما عن التاني. فقررت ان انا اعمل اول باند لذوي القدرات الخاصه في مصر والعالم العربي، وما اعرفش لو في العالم، انه يكون الباند كوميرشال. انا مش عامل الباند ده باند لايفنتات معينه، انا عايز اعمل الباند ده باند تجاري، تعمل له اغاني عاديه، ممكن تسمع اغنيه دوات حب ما بين هشام وندى، ممكن تسمع اغنيه عن الحياه لعبد الرحمن، ممكن تسمع اغنيه فراق من ندى. يعني قصدي انا احنا هنعمل اغاني طبيعيه جدا. الناس اللي بتشتغل للباند ده هم اللي بيشتغلوا لدنيا سمير غانم، وهم اللي بيشتغلوا لهشام جمال، ولكل الناس اللي في مصر اللي بيكتب لهم الاغاني هيبقى محمد ابراهيم وامير طعيمه اللي هيوزع لهم، هو مادي اللي هيلحن لهم، نفس الناس. فقصدي ان احنا هنشتغل، حتى الفوتو سيشن اللي اتعملت لهم الاولانيه اللي صورهم كريم نور اللي هو المصور اللي بيصور اشهر الاسماء في مصر والعالم العربي، وبرده كل الناس دي مش حابين يشتركوا في المشروع وكلهم متبرعين عشان هم مصدقين في المشروع. وهدفي ان شاء الله انه من هنا ولحد سنين قدام كل ما هلاقي موهبه غير عاديه، في ناس كتير بيغنوا في الناس الطبيعيه، في ناس بتغني، في ناس بتغني حلوه قوي، ذوي القدرات في ناس بتغني حلو وفي ناس بتغني حلوه قوي، دول اللي بيغنوا حلو قوي. فاي حد بيغني حلو قوي موهوب بشكل غير عادي، ان شاء الله هنضمه الوندرز، والباند ده يفضل يكبر ان شاء الله لحد بعد ما انا حتى يعني ممكن اموت. اعتبرها النهارده دعوه من خلال واحد من الناس، ان طبعًا كل واحد من ذوي القدرات الخاصه عنده موهبه الغناء بشكل جميل جدا، ممكن الفنان الجميل هشام جمال يضمه لفرقه وندرز وتكبر الفرقه. مظبوط باذن الله ان شاء الله. طب دي دعوه النهارده اهيت انا بقولها من خلال البرنامج، لان الحقيقه اللي هشام عامله انا بحييك عليه بجد. انت بني ادم قوي يا هشام، وانسان قوي وفنان جميل، والفكره اللي انت عاملها دي تستحق مني ومن كل الناس كل تقدير واحترام. شكرا يا دكتور. وانا والله العظيم انا ما بتعامل مع الموضوع ده بالذات والمشروع ده بالذات، مش بتعامل مع ان هو حاجه خيريه ولا حاجه مش عارف ايه خالص. انا الولاد دول انا مؤمن بمواهبهم فعلا، وعايز اعمل لهم والحن لهم فعلا. الراجل ده وانت اخترت اصوات جميله كلها جدا على فكره. هشام ده لما بيغني لحن ليا انا بتخض من اللي هو بيعمله دلوقتي واحنا بنغني بطل الحكايه، والله العظيم بيخضني كل مره. ان هو هشام
كل واحد فيهم عنده حاجه مميزه مختلفه عن التاني. يعني هشام بيغير الالحان بيرتجل وبيغير الالحان فبيصدمك كل مره، وكل مره بيقول غير اللي قبلها. طب خليني اسال عبد الرحمن، اولا انت يعني تعتبر قائد الفرقه، انت اول واحد فيها صح؟ يعني مظبوط. مظبوط. بتحب الغنى من امتى؟ يعني من حوالي 3 سنين 4 سنين كنت بادئ ان انا يعني ابتدات ان انا اسمع اغاني كتير لفنانين مختلفين. زي مين؟ بتحب مين؟ عمرو دياب مثلا. يعني النجوم اللي هي المتالقه. واللي قرك لهشام جمال بصراحه هو الانسان ده يعني شخصيه بجد تتحب وتتحط فوق الراس. حبيبي والله العظيم يا عبد. يعني طب ايه اللي انت بتحبه في فرقه وندرز؟ انا بحبهم كلهم بصراحه، مفيش حاجه بكرهها فيهم. واحنا كلنا بنحبك كمان. ندى احكي لي تجربتك في الفرقه جت ازاي؟ انا اولا كان في حفل قادرون باختلاف اتنين، فبعد كده